أدعو السيد رئيس الجمهورية للتحدث. شكرا جزيلا أصدقائي الأعزاء، السيدات والسادة، رؤساء الجمهوريات، السادة الحضور، أنني بالفعل أنها فرصة غير لن تتكرر كثيرا لكي تكون أفريقيا وأوروبا سويا. أنه بالفعل منذ فترة طويلة منذ 2020 قمنا ببناء مبادرة جديدة ما بين الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، لأنها فكرة أن يتم التعاون في جميع الاستيراد، الإمداد بجرعات من التطعيم، المساعدة في الكثير من الأشياء في المجال الصحي. إننا بالفعل منذ عشرات السنين ونأمل أن يتم هذا التعاون. النتيجة الآن أن أوروبا موجودة على الساحة تنتج الكثير من التطعيمات ضد هذا الوباء وجاهزة. أيضا في الخطوة الثانية أن نقوم بتشييد هذه الإمكانيات لصالح الدول الأوروبية، ولذلك أن نحن في أوروبا نمتلك التكنولوجيا الخاصة بنا ونأمل أن ننقلها لأفريقيا. وكما قالت السيدة الرئيسة أنه موضوع مهم جدا أن نقوم بطرح أول تصنيع لهذا المجال، وكما قلت كما قالت أنه من المهم أكثر من أن نقوم بتقديم ومنح الجرعات التطعيم أن يقوموا بتصنيع. واليوم بالفعل اليوم أريد أن أهنئ السادة الحضور وقادة القارة الأفريقية والجميع السادة الموجودين اليوم والحضور الكريم، تهنئتي على هذه الخطوة المهمة جدا لنقل هذه التكنولوجيا. بعد ذلك أقول لكم أن المجلس الأوروبي في جاهز تماما لتدعيم وتمويل جميع هذه المبادرات الخاصة بالتطوير والتنمية. نحن لدينا اليوم فرصة رائعة لكي نتعاون مع الأكاديميات من جنوب أفريقيا ورجال الصناعة، وأيضا من الكثير من رجال صناعة الدواء والتطعيمات، وأيضا منظمة الصحة العالمية مع التمويل الأوروبي، وأيضا رجال طب. وأريد أن أهنئ السيد ماري بولتونيك للعمل الرائع الذي قام به، لأننا على المدى القصير ماذا كان يمنعنا من التصنيع، لكن كانت العائق الأساسي هو نقل التكنولوجيا. وهؤلاء الخبراء الذين سوف يقومون ببناء هذه المصانع، هذا كان العائق قبل التمويل. وبالفعل لأننا نحن الآن نعمل بالترتيب الجيد، نقوم بمنح الجرعات ثم نقل التكنولوجيا ثم تطوير المصانع وهذا التصنيع التطعيمات. نحن الآن وكما قالت السيدة الرئيسة سولا، بالفعل أن نقل التكنولوجيا ونقل المعرفة بالفعل أنه أهم نقطة، لأننا من خلال هذا الطريق نستطيع أن ننتج بأسرع ما يمكن. وأؤكد أيضا أننا على جميع المستويات سواء المحلية أو الأوروبية أو الدولية نحن ندعم ذلك، لأنه من الصعب أن يستمروا على هذا النمط في شراء أو الحصول على منح بهذه الجرعات. أتمنى أن تكون مباحثات هذا الصباح تقدمت بشكل جيد ورسمنا الطريق وخارطة الطريق التي نسير عليها. لذلك أتمنى أن نبني حصون لتصنيع هذا التطعيم ضد فيروس كورونا. لكم أننا عندما كنت في أفريقيا في جنوب أفريقيا تحدثت عن هذا الموضوع بصراحة وعن موقفنا، وأنا كررت كثيرا
أن بالفعل أن فرنسا يعني هذا الموضوع كررت هذه الجملة. نحن يجب أن نؤكد على نقطة مهمة هي حماية الملكية الفكرية أيضا، لأننا نبتكر وننتج يجب حماية ذلك، لكن عند نشر المادة العلمية أو نقلها يجب حمايتها أيضا، ونقيم بمن كما أشارت السيدة الرئيسة أنه نقوم بمنح التصاريح الخاصة بالتصنيع ونقل التكنولوجيا، ولكن يجب حمايتها أيضا، وهذه هي الطرق السليمة. أنا في النهاية نحن أهنئكم، نحن بالفعل لدينا نقاط مهمة، وبالفعل استطعنا تقديم المنح الخاصة بهذه التطعيمات، ثم نحن في طريقنا لنقل التكنولوجيا، ثم بعد ذلك تصنيعها. إنه التضامن الكامل ما بين جميع الأسر، ما بين جميع الدول، وخاصة القارة الأفريقية، لأننا انطلاقا من معركتنا ضد كوفيد 19، أن هذا الوباء الذي انتقل في العالم كله وانتقل ما بين الدول الأفريقية بكل يسر، إنه بالفعل وقد تحدثت معكم في قبل من قبل وتحدثنا كثيرا، نحن يجب أن نعمل سويا لكي نستطيع أن نقهر هذا الوباء. لذلك القارة الأفريقية اليوم في حاجة اليوم إلى هذه التكنولوجيا وإلى هذا التصنيع لكي تستطيع أن تقوم بتصنيع في السنوات القادمة تطعيمات جديدة، وليس فقط ضد كوفيد 19. شكرا جزيلا لكم.